تواصل مع الطالب بمراجعة ملفات هؤلاء كلهم وعموما زي ما قلت في موضوع الاقتراح، ومن ضمنهم من قبض عليه من السلفيين. ونحن جازمون بان في ناس من الدعوة ده اخص بقى من السلفيين عموما، لان في سلفيين تعاطفوا وفي ناس من الدعوة كانوا ضد الانحراف وكانوا ضد الاعمال التخريبية، ومع ذلك تم القبض عليهم وده مجزوم بيه. يعني ايه اللي تم في عملية التواصل؟ هل وصلتم لاتفاقات مع؟ لا ما فيش اتفاقات، هي مجرد مراجعة الاجراءات التي وقعت. وهل تم مراجعة الاجراءات؟ في بعضهم تم ذلك وتأكدوا بالفعل بان هو ناس ابرياء ما لهمش حاجة، وتم الافراج عن بعضهم، لكن العدد النسبة ما زالت ضئيلة. يعني العدد دلوقتي وصل لكام محبوسين حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها؟ عدد تقريبا محبوسين من السلفيين. السلفيين انا المعلومات اللي بلغونا احنا اهاليهم بلغونا في الالف. الف لحد دلوقتي لسه داخل السجون محبوسين. طب هذه العملية بتفسر لك يعني بالنسبة لك بتشير ليك لإيه؟ يعني الداخلية تلقي القبض على يعني ناس أبرياء وخطأ؟ لا خطأ في المعلومات، لا هو ده الأصل. هل تعتقد الداخلية محتاجة إنها تعيد آلياتها في العمل ويحصل لها نوع من إعادة الهيكلة؟ لازم يكون في إدراك أولاً لتحمل المسؤولية من أصغر أمين شرطة إلى أكبر قيادة، وهو إنه يعني يتحمل مسؤولية ضخمة جداً في هذا المكان الحساس، وإن مصير إنسان وأسرة هيكون معلق على كلمته. وكذلك في القضاء، في القضاء لابد أن يدرك أنه يتحمل مسؤولية وأنهم بشر، ولكن مسؤولية هائلة جدا أن كلامهم في النهاية هو الذي سيكون يتحدد بناء عليه مصير إنسان وأسرة ومجتمع بأسره. فلو هو يعني اتقى الله سبحانه وتعالى وما حطش أي معلومة بالظن وما وحقق أي معلومة تصله من مصادر مختلفة بحيث ان هو ما يظلمش اي انسان، ولم يجعل الواقع الحالي اللي بتمر بيه البلاد والمخاطر اللي فيه يقتضي انه او يعني يستغله لتحقيق امتيازات يعني له، فالامر ده بالتاكيد يعني هيغير كتير جدا من اللي احنا فيه. هل في افكار محدده ل يعني اعاده هيكله الداخليه او يعني اعاده الياتها؟ تسالني انا بقى، تسال فيها وزاره الداخليه. طيب خليني اسال حضرتك بخصوص حاله العنف اللي بنعيشها حاليا. لو دكتور ياسر برهامي مكان السيسي حاليا، ايه اول التصرفات اللي هيعملها ما تمش عملها على ارض الواقع لانهاء حاله العنف وحاله الاحتقان اللي موجوده في الشارع؟ الاقتراح اللي انا قلته والتأكيد على يعني التأكيد بطريقة عملية على ان عدم التجاوزات، وان يوم ما توصل اي معلومة عن تجاوزات يتم تحقيق صادق فيها، وما يقبلش كلام يعني الشخص الذي قام بالعمل نفسه. يعني انا لو قلنا مثلا ان في مواجهة عشوائية في بعض الاماكن في لظاهرة الارهاب، فبالتأكيد اللي واجه بهذه الطريقة هيقول أنا ضربت مؤرة إرهابية وقتلت تكفيريين، مش هيقول أنا قتلت بطريقة عشوائية أو ضربت عشة بتاعت ناس ما يعرفش هم فين، أو إن لقيت يعني إطلاق نار من هنا فقضيت على كل الموجود. طب إحنا الناس دي موجودة وسط المجتمع. لو كنت مكان السيسي المصالحة هتبقى موجودة على أجندتك؟ لمن يتراجع عن فكرة العنف؟ وعلى فكرة أظن أن السيسي قال كده، بس التطبيق العملي لها يحتاج للتطرف ده. لابد من مراجعة أسلوب المعالجة، بلا شك أن الأمر بيحصل فيه أخطاء لابد أن تعالج سريعا لا تترك. يعني اي حد، الرئيس كان قال ان اي حد بيحصل فيه خطا في اصابته بيتم تعويضه فورا. على الارض الامر ده يحتاج الى اعاده مراجعه بحيث ندي الانطباع الصادق للناس بانه ليس هناك عشوائيه في المعالجه. تركه لمده طويله وعدم التعجيل بيترتب
عليه تكوين بيئه مناهضه للدوله. والمنطقه دي اساسا ما ننساش ان الشيوخ بتوعها عاشوا فتره شبابهم تحت الاحتلال الاسرائيلي. وبالتالي فاحنا لابد ان احنا نراعي هذا الامر حتى لا يتكون لدى اي احد من ابنائنا انطباع بانه هناك من لا يعبأ به لا بدمه ولا بمنزله ولا بماله ولا بعرضه. لابد من تجنب ذلك، ساعتها هنقدر الدعوه تتحرك. والدعوه ما تقدرش تتحرك بدون الدوله في الاول؟ في الظروف اللي احنا فيها صعب جدا ان احنا من ضمن من يضار بعض ابناء الدعوه. وبالتالي فاللي انا بعتمد على ان انا اتحرك من خلالهم قد اضيف. هل الاسلام شايف انه سبب في انتشار الارهاب وعلاقه الاسلام بالارهاب، خاصه ان معظم الجماعات الارهابيه في النهايه هي جماعات اسلاميه؟ عايز حضرتك توضح لنا تصحيح. هو الجماعات الارهابيه اليهوديه العصابات اللي مارست ابشع المجازر كانت اسلاميه وتكونت بناء على دوله اسرائيل. هو ارهاب الدوله الذي مارسته اسرائيل كان اسلامي. هو قتل 2 مليون عراقي في الحرب العراقيه كانت امريكا كان اسلامي. بلا شك ان ده ظلم بين جدا للاسلام وللمسلمين ان يقال الاسلام هو السبب في الارهاب. لا شك ان ما تعرض له المسلمون عبر الزمان عبر التاريخ هو السبب في نشوء هذا الفكر المنحرف كرد فعل لما تعرضت له الدول العربيه والاسلاميه والافريقيه والاسيويه من الاضطهاد على يد الاستعمار، وما تلاه بعد ذلك من استغلال ثروات الشعوب ومحاربه التوجهات الاصيله والتدين الصحيح من خلال الانظمه المستبده التي دعمها الغرب بكل قوه وامدها بوسائل التعذيب وغيرها، مما ادى الى نشاه هذه الامور. خليني اسالك السؤال بقى الداعشي بقى، يعني ليه شيخ ياسر ما تؤيدش داعش رغم انها بتنادي في النهايه بوجود دوله تكون دوله اسلاميه؟ الا تريد ان يكون في دوله اسلاميه زي ما يعني، ولا تتفق معهم في بعض الافكار وتختلف معهم في بعض الافكار؟ اتفق معهم في لا اله الا الله محمد رسول الله، لكن ايه صوره الدوله الاسلاميه؟ هل صوره الدوله الاسلاميه انا برفض ان ينسب الى الدوله الاسلاميه انها باسم الاسلام تذبح الناس كذبح الشيعة سواء المسلم والكافر، والمسلم أكثر، الذين ذبحوا على أيديهم من المسلمين أضعاف مضاعفة. الدولة لا يمكن أن يكون أن أمارس التعذيب باسم الإسلام، لا يمكن أن أمارس الحرق للناس أحياء باسم الإسلام. أنا إذا كان تصورهم هو ده للدولة وفرض بسط يعني سلطانهم على الأماكن التي يسيطر عليها رفقائهم في مقاومة النظام المستبد السوري، أول حد بيواجهوه هم رفقائهم وليس النظام السوري. وكذلك أول حد بيهاجموه أو هاجموه في العراق كانت العشائر. وبالتالي فأدى ذلك إلى أن تكون ضحاياهم باسم الدولة الإسلامية من المسلمين أضعف وضعفا. إيه التشويه للدولة الإسلامية أعظم من ذلك؟ أنا أظن أن لو الغرب بذل 50 سنة من المجهود لتشويه صورة الدولة الإسلامية، فكرة الخلافة، الجهاد، الإسلام ككل، مش هيوصل للنتائج اللي حققها تنظيم داعش. ولذلك أنا أرفض تأييده بلا شك حتى لو كنت متوافق معاه في لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب آخر حاجة بقى، آخر سؤال خالص فيما يتعلق ب أصدقاء الأمس من الجبهة السلفية، الجماعة الإسلامية، جماعة الإخوان، واتهاماتهم للدعوة السلفية وحزب النور كمان، يعني خلينا نقول بالتلون، وإنه يعني ليس لكم مواقف ثابتة في اتجاه الحق. أتفهم حزب النور في إنه حزب سياسي وممكن يكون لديه بعض الرؤى اللي يعني عمل نوع من المؤامات او المرونه السياسيه، ولكن الدعوه عايز حضرتك تكلمني عن الدعوه. اولا يعني كلمه ايه اصدقاء الامس؟ يعني اصدقاء لكل المسلمين واخوه لكل المسلمين، سواء اللي انت ذكرت اساميهم او لعامه الناس او للجيش والشرطه ايضا او الدوله. وبالتالي فاحنا
فكرتنا الثالثة هي عدم انهيار الدولة، وإن كان فيها قدر من الظلم والفساد لابد من إصلاحه، ولكن لا يكون بهدنة. هذه القضية اللي غابت عند الكثيرين، وتصوروا ان احنا كان لازم ناخد موقف المؤيد لمن يرفعون شعار الإسلامية حتى ولو كانوا يسيرون في طور الصدام مع المجتمع وهدم الدولة، نرفض هذا الموقف. شكرا. رغم وجود اختلاف بين هذه الفصائل، فالتقبل ده وحدود دائرة الخلاف السائر دائما كانت صفة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يحجرون على الآخرين رأيهم طالما في حدود عدم مخالفة البينات من الكتاب والسنة والإجماع. سياسات وزارة الأوقاف تسير في هذا الاتجاه ولا تسير في اتجاه مغاير؟ نرجو أنها تكون في هذا الاتجاه، خصوصا في المرحلة الأخيرة. حضرتك شايفها في درجة من درجات التعديل والتقبل للآخر، ولو بدرجة من درجات الاختلاف. الاقتراح لم يحدث فيه أي تطور الحقيقة، أنه هو كان مطلوب بلا شك، أنه يعني لا يمكن أن دولة تكون وضعها مستقر وهناك 30,000 مسجون سياسي في النهاية غير الجنائيين، فدول كل منهم له أسرته وله أقاربه وأصدقائه ودائرة واسعة حواليه تعيش حالة من الضيق والسخط بوضعه في السجن، فتكوين جو محتقن داخل المجتمع خطر كبير جدا، فلا بد من تقليل هذا العدد إلى أقل قدر ممكن وقدر الضرورة فقط، وده الأصل في موضوع السجن وليس التوسع فيه. خليني أتكلم معك بسرعة. فكانت الفكرة أنه لابد أن اللي هو لا ينتمي إلى الأفكار المحاربة للمجتمع، فكرة التكفير والصدام على المجتمع وتخريبه، وفكرة هدم الدولة اللي هو المقصود بيها الشعب الذي يعيش على الأرض وله قيادة أو له مؤسسات، فكرة هدم الدولة دي ومحاربة الناس نفسهم، هو دي الدائرة التي لابد أن نحصر فيها يعني من يستحق العزل داخل السجن. وهذا الفكر ليس فكر لا يحاسب الإنسان على فكره فقط، ولكن على تطبيقاته العملية، ولابد أن يكون هناك مراجعة دقيقة وصادقة لكل أدلة الإدانة، بحيث أن كل من لا يثبت إدانته وكل من يكون قابلا لمراجعة الفكر والحوار الفكري، الفكر بالفكر وبالدليل، فيكون يعني هناك فرصة لخروجه من السجن. فده اللي كان الفكرة الأساسية، وأنه لابد من وجود تمييز داخل السجون ما بين أصحاب الأفكار المصادمة كما ذكرت للمجتمع، ومن الذين أخذوا لأنهم كانوا متعاطفين فقط، أو بعضهم أخذ لأنه كان بجوار المكان ولم يمكن تمييزه في بعض المواطن، لأن معظمها كانت حاجات في الشوارع، وبالتأكيد أن الطريق يجمع الناس، واحد قاصد وواحد غير قاصد، فلا بد من عمل تمييز في هذا الباب. سهل. ما الذي عطل يعني هذا المقترح عن دخوله قيد التنفيذ؟ لا أنا لا أعرف، لأن اقترحته وجدت قابلية لهذا الكلام يعني من عرضنا عليهم الاقتراح، قالوا هذا كلام طيب. على من وجهت هذا الاقتراح وعرضته؟ يعني قيادة في الداخلية، يعني قبل تعيين قبل الوزير الجديد اللي هو مجدي، وقالوا ان الكلام كويس، بس قد يكون لكثرة العدد صعب التنفيذ او يحتاج الى ترتيب واعداد للتنفيذ. وتوقفت الاتصالات بعد كده؟ توقفت الاتصالات. هل تعتقد ان الداخلية ليس لديها الرغبة في او ليس لديها الجاهزية، بلاش نقول الرغبة، جاهزية لاجراء مثل هذه المراجعات داخل السجون؟ لا اظن ان في، بس في تحديات يومية كتيرة بتواجههم، مفروض ان يتعمل لها يعني جهاز مستقل لهذه المراجعات.